يا نظر الجينيتيكال ساين كونفيرم للويلسون ديزيز which is MRI with T2 weighted hyperactivity showing robust involvement of the midbrain with statistical evaluation of phase of giant bundle site. يعني نلاقي هنا في المربع اللي في النص ده الميد برين والديبوزيشن بتاع الكفر موجود فيه، فبيدي كاركترستيك فيتشر اللي هو بتاع الجوينت باندا سايد. التريتمنت بتاعه هيكون في كليشن ثيرابي برايمري بنسلامين انتراينتين اند اور ريدوسينج انتستاينال كفر ابسوربشن يوزنج زنك. الروفن ديس اوردر اللي هي الديس السا، التريمور، الديستونيا، الباركنسونيزم والكوريا والاتاكسيا. دي الروفن ديس اوردر اللي هي موجوده في في وسط الديزيز مع طبعا سيكات الديستربنسز السايكوزس والكوجنيتيف امبيرمنت الموجودين. سندوم ايرو اوف ميتابوليزم ودي مانيفيستس ويز كومبلكسز نوشكال سندوم اسوشيتد ويز ليفر انفولفمنت، ودي الانسر بتاعها بيكون واحد في الالف. والامبون ايرو اوف ميتابوليزم هتتقسم على حسب السايز بتاع الافكتد مولكيول وعلى حسب النيتشر اوف ديفكت. الافكتد مولكيول هتنقسم الى سمول او كومبلكس والنيتشر سواء كان في اكيوميليشن او ديفيشنسي. وبالتالي هيطلع عندنا ثلاثة سب تايبس: سمول مولكيول اكيوميليشن ديس اوردر، كومبلكس مولكيول اكيوميليشن ديس اوردر، سمول اند كومبلكس مولكيول ديفيشنسي ديس اوردر. سمول مولكيول اكيوميليشن ديس اوردر ودي انكلود الاورجانيك اسيديميا زي الميثايل بالونيك اسيديميا، اليوريا سايكل ديس اوردر زي الاورنيسين، الترانس كاربامايليز ديفيشنسي، والامين اسيد كاتابوليزم ديفكت زي لايك جلوتاريك اسيديوريا. الايج يعني هو ما فيش حاجه معينه، بيقول لك من فروم اورز تو ييرز من بعد البيرث. الهيباتيك مانيفيستيشنز بتاعته تبقى اكيوت انترميتنت او بروجريسيف. حاضر اكيوت انترميتنت او بروجريسيف انكيفالوباسي، ودي بقى بتبقى دايما تريجر بستريسورز زي الدايجريشن، البروتين لود، السيرجري، الانفكشن، الفاستنج او سيرتن دراجز. الموفمنت ديس اوردر اللي هي هتبقى الاتاكزيا والدستونيا. الدياجنوزس هيبقى ايرلي ميجرمنت اوف سيروم امونيا، امين اسيد بروفايل، اند يورينري اوروتيك اند اورجانيك اسيدز هيلب تو سي ذا دياجنوزس. تاني كاتيجوري معانا اللي هو الكومبلكس مولكيول اكيوميليشن ديس اوردر، وده انكلودز الليزوزومال ستورج ديس اوردرز وجلايكوجينوسيس ونيورال ليبيد ستورج ديس اوردر. الايج من ديورنج تشايلد هود اوف الادلت لايف. بالنسبه للهيباتيك مانيفيستيشن هتبقى دايما الهيباتوميجالي، والموفمنت ديس اوردر هتبقى الاتاكزيا والدستونيا. ده اللي هي الديزيز بتاعت الليزومال ستورج ديس اوردر. تمام. بتشمل الجوشر ديزيز، نيمان بيك ديزيز، جي ام 1 جانجليوسايدوزس، وميوكوبوليساكرايدوزس. هنتكلم على كل واحد فيهم على الهيباتيك مانيفيستيشن، موفمنت ديس اوردر والدياجنوزس. جوشر ديزيز ان الهيباتيك مانيفيستيشن هيكون فيه هيباتوميجالي، هيباتوسيلولار كارسينوما. موفمنت ديس اوردر هتكون عباره عن بروجريسيف مايوكلونس، ايبيليبسي، اتاكس اند ديستونيا. الدياجنوز عن طريق البيتا جلوكوسايديز ليكوسايت تيست اند جينيتيك اناليسيس. نيمان تيك ديزيز الهيباتيك مانيفيستيشن عباره عن كوليستاتيك جولدس، هيباتوس نيماجري، اند اكوت ليفر فيلير. الموفمنت ديس اوردر هيكون اتاكسيا، ديستونيا، مايوكلونس، باركنسونيزم اند كوريا. الدياجنوز عن طريق البلازما اوف ستيرول ليفل وجي ميوتيشن في نيمان بيك ديزيز تايب 1 اند تايب 2 جينز. جي ام جانجليوسايدوزس ده بيحصل على طول بيؤدي الى هيباتوس انيماجري. الموفمنت ديس اوردر الى تاكزا وجينايز ديستونيا. الدياجنوز عن طريق البيتا جلاكتوسايديز او جينيتك تيستنج اوف جلاكتوسايديز بيتا 1 جين. ميوكوبوروساكرايدس الهيباتيك مانيفستيشن هيكون الهيباتوميجالي. الموفمنت ديس اوردر هيكون الدستونيا والاتاكزا والباركنسونيزم. الدياجنوز بتاعها هيكون التوليودين بلو سبوت تيست اند اي بوزيتيف بنعمل جينيتك تيستنج. سمول كومبلكس مولكيول ديفيشنسي ديس اوردرز، ذيس ديس اوردرز ويتش انفيز ذا ميتابوليزم اوف كريتيكال سمول مولكيول زي الامينو اسيد، الفاتي اسيدز والميتالز، او اللارج زي التوكسيزومال ديس اوردرز. الايج بيبقى دايما ات بيست. الهيباتيك مانيفستيشنز بيكون هيباتوميجالي، ستياتوزس اند اول ستياتو هيباتيتس، اوكيشنال بروجريسنج تو ليفر سيل فيلير. الموفمنت ديس اوردر بيكون دايما السيربيلر اتاكزيا اند ديستونيا. الدياجنوز بيكون دايما الفيتد سيرم فيري لونج تشين فاتي اسيد سجست ذا دياجنوزس ويتش از كونفيرمد ثرو جينيتك تيستنج. سيلياك ديزيز اتس ا مالتي سيستم اوتو ايميون ديس اوردر درايفد باي دايتري جلوتين انجيشن ان جينيتيكالي سسبتبل انديفيدوالز افكتنج رافلي 1% اوف ذا بوبيليشن. الهيباتيك مانيفستيشنز هتكون ليفر انفولفمنت اوكيرنج في حوالي 40% من الابط و60% من الشطر.
المانفستيشنز رينج يعني هتختلف ما بين اسيمبتوماتيك ترانس امينايتس تو رابيدلي بروجريسيف ليفر سيل فيليا مومنت سقوطه جيت اتاكزيا الكورتيكال مايبلونس ايز از تيمور او بروجريسيف مايبلونيك اتاكزيا سنسيتيف اد اكشن انديوسد فوت مايبلونس اند كوريا Diagnosis of celiac disease, anti-endomysium and anti-tissue transglutaminase antibody, skin biopsy and other endoscopy. Cerebellar anemia, a late onset autosomal recessive disorder, combining systemic and brain iron overload caused by mutations in the cerebellar gene. Elevated manifestation has been symptomatic liver dysfunction, mild to moderate liver fibrosis on liver biopsy. المهم الصوت هنلاقيه هنلاقي فيه نوجيكال سيمتوم اونسيت بتبقى دايما ما بين ال 40 ما بين عمر ال 40 و 60 سنه كوريد ستونيك موفمنت اوف ذا كرينيو فيشال ريجون ومعاها باركنسونيزم. طيب شخص ازاي الريبيوت سيرم السيلوب لازمين الونج سايد ويز اليفيتد سيرم فيريتين لان طبعا الايرن موجود والسيلوب لازمين اللي هو بيشيل الايرن ويعمل له انكوربوريشن ويحوله لترانسفيرين مش موجود فبالتالي الايرن السيرم فيريتين هيكون عالي. تاني حاجة البرين ام ار اي يوجوال ديموستريتس يعني دي مختلفة عن الويلسون بالظبط الام ار اي يوجوال ديموستريتس اي ديبوزيشن ان ذا بيزا جانجليا سالاماي اند دنتيت نوكلياي ديفيتيف دايجنوزيس ريكوايرز ايدنتيفيكيشن اوف باي اليليك باثوجينيك سيروبلازمين فاريانت. استكمالا برضه الحاجات اللي الديزيز اللي هي انفولفنج بوث الليفر واللوجيكال سيستم برضك الاتاكزيا الفلانجيتيزيا اتز ا مالتي سيستم اوتوزومال سيستم ديس اوردر كاركترايز باي بروجريسيف نيورو ديجريشن اميونو ديفيشنسي وبوزيشن مالجنسي وهي انفلونس لارجلي باي ديفكت ان ذا اي تي ام كاينيز اكتيفيتي اللي هو اتاكزيا فلانجيتيزيا ميوتيت جين وده هو المسؤول عن عمليه الريبير بتاع البريكس اللي بتحصل في الدبل ستاند دي ان ايه الايج من سنه لسنه ونص الهيباتيك مانفستيشنز الليفر ديزيز في الغالب هتكون موجوده في معظم البيشنت مع الاتاكس لانجكتيزيا هلاقي في سيزوز اند فايبروزس هاي ريسك فور هيباتوسيلر كارسينوما. ايه الهوم ديسوردر اللي هتكون معاه موست افكتد تشيلدرن مانفست ان كلاسيك فاشن ويز بروجريسيف جيت امبالانس ديستونيا كوريا تريمون اند مايكلونس. الدياجنوزس clinical diagnosis of combination of symptoms اللي بتتضمن الكونتينوس الكونجكتيفا ترانجكتيزيا وكلوموتور ابراكزيا elevated الفا فيتو بروتين في طفل عنده سنتين increased كروموزومال ان هو مش قادر يحرك الهيد والعين مع لما يجي يبص يمين او شمال لان في بتاع ده في انكوردينيشن فبالتالي لما يجي مثلا يبص مثلا يمين تلاقيه مش قادر ولا يلف عينه ولا يلف راسه متثبت كده جيز اللي فيت الفا فيتو بروتين في عند عمر سنتين انكريز كروموزوم بريكج اند جينيتك اناليسيس اوف اي تي ام جين نيورو كانسايتوزيس ده بروجريسيف نيو ديجنريشن ان اسوسيشن ويز مورفولوجيكالي اب نورمال اسوسايتس فيلينج سون شيب سيرفيسز بروجكشن كانسايتوس يعني ال بي سيز طلع لها كده ايه سبايك وكلمه اكانسوس دي كلمه لاتينيه معناها سبايك او معناها صون ان هي تحس كده ليها ايه عامل زي شويه ذكر النيورو اكانسايتوزس سندرومز ار كوريا اكانسايتوزس ذكر نيورو اكانسايتوزس سندرومز ار كوريا اكانسايتوزس تمام الجي اللي هو بي بي اس 13 اي جي ميوتيشن اند ماتلوت سندروم دو تو اكس كي جي ميوتيشنز resulting in absence of KX blood group antigen. The age بيبقى دايما من السنة اللي فيز ديكيد اللي بعد ما يفيز تشهد هتبقى هيباتو ماجري عند اللي فيز الليفر انزيمز movement of disorder هيكون في اوروفاشيال دوستونيا ودي حاجه من الكاركترستيك فيشر جدا للديزيز ومانيفستس از ليب اند تانج بايتنج البيشنت حتى ممكن يلفظ الاكل بلسانه ودي بيسميها اللي هي الايتنج دوستونيا بيعض لسانه في الاول وبعد كده ممكن كمان حاجه تانية بيحصل معاه ان هو بيلفظ بلسانه الاكل ايتنج ديستونيا بيسموه جوز كوريا اتاكزيا رابر مان جيت باركنسونيزم اند ديستر اميوتروفي الدياجنوزس بلاد فيلم كانسايتس مولكولار جينيتك اناليسيس از بريفيرد ميثود طبعا للدياجنوزس الام ار اي هيورينا ستايكنج كوديت اتروفي كيل انتجن تيستنج از يوسفول لو احنا بندور على الماكلوت سندروم دي صوره للبلاد فيلم اهو زي ما احنا شايفين الار بي سيز فيها سبايكس طالعه لكلمه اكانسايتس
تاني كاتيجوري بقى هنتكلم عليه اللي هو موفد ديس اوردر. السكند كاتيجوري هنتكلم على الموفد ديس اوردرز اوف كيلينج سكند تو لوس اوف هيباتيك ديتوكسيفيكيشن فانكشن. One of the central roles played in the liver by the liver is that detoxification of both endogenous byproducts of metabolism and exogenous substances. تنقسم ل two subtypes, hepatic encephalopathy and acquired non-Wilsonian hepatocerebral degeneration. وده يبقى رجعنا للكلمه الاولانيه خاصه ان احنا لازم نعمل اكسكلود ويلسون ديزيز قبل ما تبدا في الورك اب بتاع الموفمنت ديس اوردر في الهيباتيك بيشنت. ادي هنا زي ما شايفين الهيباتيك انكفالوسي والاكوايرد هيباتوسيلر ديجريشن بنتكلم عليهم على الديفينيشن والاكتر تو كونشس ليفل الموفمنت ديس اوردر والريسبونس تو امونيا لورنج ثيرابي. الهيباتيك انكفالوسي ده نيو سيركاتريك ابنورماليتيز ان بيشنت ويز كرونيك ليفر ديسفانكشن اند بوتر هايبرتنشن دون تو هاي امونيا. لكن الاكوايرد هيباتوسيلر ديجريشن ده ريفيرسبل ريفيرسبل اكسترا بلاندر نيو ديجريشن ان سوبرت كرونيك ليفر ديزيز هيؤدي الى السيربلر وسيربلر وبيزر جانجليا دامج. الاكتر كونشس ليفل طبعا بيكون حاجه اساسيه وكور فيتشر في الهيباتيك انكفالوباسي لكن ابسنت في الاكوايرد هيباتيك سيربلر ديجريشن. الموفمنت ديس اوردر هنا بتكون هايبر كاينيتيك تايب از نيجاتيف مايكلونس اللي هو انه بيحصل بريف لابس في المسل تون بتاعت الهاند فبالتالي بيحصل الكلابينج تيمور. لكن الثاني بيكون اكاينيتيك الريجيد فينوتايب اللي هو التيبيكال باركنسونيزم ويز اتاكس جيت اند فوكال ديستوليا. بالظبط في واحد هايبر كاينيتيك وفي واحد ثاني اكاينيتيك. اكاينيتيك ريجيد. ريسبونس تو امونيا لور انبسابي طبعا ده بيتحسن الهيباتيك انبسابي امبروفز لكن الاكواد هيباتيك سوبر ديجريشن دونت امبروف. هيباتيك اندرولوجيكال ديسفانكشن سكندري تو اكسبوجر تو اكسجينس دراج او توكسين. ده بقى الكاتيجوري الثالث اللي احنا كنا بنتكلم فيه اللي هو ان يكون في اكسجينس دراج او توكسين هيعمل هيباتيك اند اور نيوجيكال ديسفانكشن. ده هيتضمن اربع حاجات الالكوحول ريليتد ديزيز الكتر دراج يوز ميديكيشنز كومنلي ادمنسترد فور ليفر ديزيز وميديكيشنز كومنلي ادمنسترد فور موفمنت ديس اوردر. الكحول ريليتد ديزيز دايما طبعا هيباتيك مانفستيشن بتكون الكوليك ستياتوزس ستياتو هيباتيتس اند ايفينشولي فايبروزس اند سيروز مي اوكي. الموفمنت ديس اوردر بيكون في اتاكزيا في تريمو في ترانزيانت باركنسونيزم مايوكلونس ديستونيا اند ابرايت اوف كريو فور موفمنت لما حتى في حاله الالكحول وزدور. يعني حتى في حاله الالكحول وزدور هيحصل برضه موفمنت ديس اوردر على شكل اللي هي الترانزيانت باركنسونيزم ومايوكلونس وديستونيا. طيب الكتر دراج يوز ايه الدراجز اللي هي اللي احنا هنتناولها وتهمنا في القصه دي؟ الكوكايين والامفيتامين والميدامفيتامين. الهيباتيك مانفستيشنز طبعا الدراج يوزرز هاي ريسك فور ليفر ديزيزز 90% منهم هاي ريسك فور هيباتيتس سي بالذات في الناس اللي هو انترفينوس دراج يوزرز 25% من الانجكتنج دراج يوزرز ممكن عندهم سيروزز. طيب الموفمنت ديس اوردر ايه؟ الكوكايين بيعمل ترانزيانت اولو باكر اند ليمبو كوريا نون از كراك دانسينج باركنسونيزم ديورنج بيريودز اوف ابسنس. امفيتامين ادميت امفيتامين هتعمل كوريا تريمور اتاكزيا اند سيتشر. ميديكيشنز بقى كومالي ادمستر فور ليفر ديزيز اللي يهمنا فيهم اللي هم الكالسيوم يورين انهبيتور والنيترو ايميدازول. الكالسيوم انهبيتور الممبرز بتاعتهم اللي هم السايكوسكرين والتاكلوريماس النيتروميدازول مثلا لايك الميتروميدازول. الكالسيوم انهبيتور الانديكيشن بتاعه في تريتمنت حالات اللي هي البوست ليفر ترانسبلانتيشن والفالمنت هيباتيك فيلير اوف اني ايتيولوجي. ميديكيشن تكون من ادمستر بقى فور موفمنت ديس اوردر اخر حاجه اللي هي ايه الفالبروفيت والتوكابون. يعني ادويه بتعالج الموفمنت ديس اوردر وهنشوف ايه تاثيرها على الليفر. الفالبروفيت ده بالانديكيشن بتاع كنترول اوف سيجر مايوكلونس اند مود ستابلايزيشن. كنترول اوف سيجر مايوكلونس اند مود ستابلايزيشن. الهيباتيك انفكشن بيعمل سيمتوماتيك ايزوليتد هايبر امونيميا اكوت هيباتوسيلر انجري ليفر فيلير اند ري لايك سندروم ان تشيلدرن. في التوكابون الانديكيشن بتاعه ك ادجفانت صابي في المانجمنت اوف باركنسونز ديزيز. الهيباتيك افكشن ممكن يعملوا سيلف ليمتنج ترانسامينيز ليفيشن سام بيبول ممكن يخشوا فيه هيباتوس بروجريسيف هيباتوسيلر انجري. اخيرا تيك هوم مسج ذا اسوسيشن اوف موفمنت ديس اوردر وذ ستراكشر اند فانكشن هيباتيك ديزيز هيحصل في 3
categories اللي هو the combined involvement of both organ system from a single disease, nervous system dysfunction resulting from exposure to toxic compounds in the setting of defective hepatic clearance, hepatic and oral neurological injury secondary to exposure to exogenous drugs or toxins. An important step in the workup of any patient with combined movement disorder and liver disease is exclusion of Wilson disease. طبعا دي الريفرنس اللي بتاعت الحاجات. تمام؟ Thank you.